السلام عليكم ورحمة الله. أولا قبل كل شيء نسمي مرحبا القناة صوت المغرب، قناة صوتكم، أرجو أن نتيني مرحبا بكم. أركون شكرا في الزيارات اللي تسكر موضوار نتي نزرت اللي ديوش كان جغرافيا غمس جماعة بيقودين قيادة أريانا عمل التردنت أدوارا دا إلا يسمى يقارب ما بين 400 نسمة 500 نسمة لزرغد النغة غلاد بعد الزلزال اللي وقع عن 8 شتنبير اريتو هداد يا مهدد ودرار هذا درار واحد جاب هذا صخري اللي موقع كران لانشاء التشققات يعني التصدعات غير مسبوقه يعني يقدر تضر في اي لحظه انظاري زورن غيلا ادواره اللي سنا السكينه يد الله يدي لان الخطر انظاري زورن اشكو التشققات انغلات تحدثت بعد الزلزال الزلزال غير هذا رزما كان يغدو يشكا ونزار راه داكشي من ومان يعني ردلو حنا درارات في ميدنا ديزنا دوارات اللي كيسمى يقارب ما بين 400 500 نسمه ثلثين زيان الدراري مزينين الشباب قرن الضلاب خصو المحليه هي تنغل موقع نسى يحمل المسؤوليه نسى هاد شكنا هاد زرنا المشكلات هاد سكن كان الحل اللي ميدنا هاد زرنا الحل الناس اللي ناس بنا هاد سنتسكرن راه كاسيدي كنا نطلب خصو المحليه الجماعه نبي ودين بيرو ارجانا العماله تلودانت كنا راه تهديد الجبله الجبله دا انسروخت هاي تهديد ما زيرت كلت غادي تيشقق نبدا بالسلطه المحليه دانا هي المشكل الزلزالات اللي يزرين الزلزالات اسيدي اللي يزرين ميدنا ميدنا اهديتنا مهاد بزاف دانا الجبلات لانه الجبلات غير هادي بوقي سوا لي مشك خيا دي ور بعيلا دانزار عاد يصير الخير راني رات كله يكو دوار عاد يمدنو الناس نسرات ديان نغدي سرات عاسيسن نغد مرات سكارن اي وين اسن ديجيتال ما جاي وين ديجيتال از واخا 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 يجرو يضن هاتي غادي يور بالجبلات يضر ما هاتي هاتي شرا الحل ورتا ورتا الا ورتا يبين اصا اظن شرا الحل اما تنس ما تنس كماني تنحو نس شرا البلاصه يضن كاين المهم اظن شرا الحل يمدنا اش كون يمدنا هاتي لا على خاطر الى حد الان حتى لانه كان صغير خطر حتى هذا ما زيد غير لا عطى كركور تلا عرق ثمان ديمي ما يسرى تفوخت ما يدري المهم المشكله هذا انا غير لا نزيدكم بخير اكثر ما كتسكن والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حنا سكان دوار تنزرت جماعه بيكونين اقليم تارودان. لا يخفى عليكم المشكله الذي يعاني منه الدوار جراء الزلزال الذي ضرب المغرب بصفة عامة وكذلك دوارنا تنزرت بصفة خاصة، لكن المشكل الحقيقي يكمن في هذا الجبل الذي لا زال يهدد الناس وهو يشكل مهددا خطيرا بالنسبة للدوار. والآن نبحث عن الحلول الناجعة من أجل تفادي للفاجعة التي سيكبد هذا الزلزال جراء السقوط. لذا نناشد السلطات المحلية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفادي فاجعة أخرى لا قدر الله في المستقبل القريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.